تبدأ قصتي من آخر ما رواه لي جدي عن كوكب الأرض، ذلك الكوكب الأخضر الذي دمر خلال الحرب العالمية الثالثة. وعندما أدرك العلماء أنه يجب إنقاذ الأرض، وزعت العالمة نور الجواهر الثمانية بين من بقي من البشر كي ينقذوا كوكب الأرض. وبدلا من ذلك اقتتلوا فيما بينهم، وبقي كوكب الأرض كما هو ملوثا بالإشعاعات، مثله مثل عين دامعة بين جفنين أحمرين. ماذا بك يا صديقي أشقر؟ ترى هل رأيت كابوسا؟ لا يا مايا، أظن أن هناك خللا في دارات الذاكرة. وكيف لي أن أساعدك يا صديقي أشقر؟ الخلل يزول بلا مساعدة. تعال إلى هنا يا أشقر. هل زال الخلل؟ بكل تأكيد. انظر، نجم محترق. ليس نجما يا مايا، أنا أسمع هدير محركات. إنها مركبة عسكرية وعليها راية جيش هاتين. مركبة عسكرية؟ ولكن ما سر وجودها قريبة من نجمنا كاتين؟ لابد أن قوات نجم التنين قد احتلت هاتين. لا يزال هناك أحياء بين النيران، تعالوا وساعدوني على إنقاذهم يا رجال. هيا، يجب أن نساعدهم يا عزيزي. هيا بنا. ما بك؟ إنه يتنفس. أنا مسرور يا مايا، لقد أنقذت الفتى، وهذا هو الكنز الحقيقي في رأيي. إنها فتاة. حقا؟ انظر إليها. إنها تحمل سيفا، محض تحفة أثرية من تحف العصور الوسطى. جوهرة؟ ماذا قلت؟ لا شيء، كنت أكلم نفسي. طفلة على سفينة حربية، بقية الجرحى كانوا جنودا. دكتور، هل إصابتها بليغة؟ ليست بليغة، إنها ردود بسيطة. بالمناسبة إنه ولد وليس فتاة. أتصدق؟ سأعود لاحقا لأطمئن عليه، سأنصرف الآن. وداعا. لن أقدم أي مساعدة لحماية المقاتلين، لن تجلب لنا سوى المتاعب مع جيش الحاكم الغريب، لهذا ارحلوا من قريتنا في الحال. لن نرحل. اهدئي قليلا أيها العمدة، إذا انضممت إلينا فإننا سنصبح أقوياء وسنتحرر جميعا من ظلم الحاكم الغريب. سوف يمر جيشه من قريتكم للتزود بالمؤن. فكر في الأمر جيدا يا سيدي، فأنت رجل حكيم وصاحب تجربة. لن تحصلوا على دعمنا. ترى من هؤلاء يا أشقر؟ إنهم من جماعة المقاتلين. مقاتلون؟ لقد سمعت الكثير من أهل القرى التي دمرت عندما حالفتكم. هيا ارحلوا عن هذا المكان. ها؟
هل ترضون باستغلال الحاكم الغريب وجيشه لكم؟ لا، لا نرضى بذلك أبداً. ما هذا الكلام؟ تأخرتم كثيراً بالمجيء إلينا. للأسف الشديد لقد سرق الحاكم الغريب كل ما لدينا من الثروات. العمدة على حق، ربما نكون فقراء لكننا نريد العيش بأمان، ونحن لا نريد أن نخطئ مثل غيرنا. نعم، نحن لا نحتاج إليكم، هيا ارحلوا. لن تعيشوا بأمان تحت الاحتلال. هل تظنون أن الحاكم الغريب سيوفر لكم الراحة والطمأنينة؟ لنذهب. حسناً، هيا بنا. سيفهمون يوماً ما خطأهم، وعندها سيندمون. لماذا غضبت تلك الفتاة في رأيك؟ لأن العمدة رفض مقاتلة الحاكم الغريب. العمدة على حق، انظر ماذا فعلت الحرب بطفل صغير كهذا. يريد هؤلاء أن يحولوا قريتنا إلى أرض معركة. أبي، نبي. هيا فلنستدعي الطبيب. لا داعي لذلك، سأحضر الماء. أين أنا؟ أنت الآن على أرض النجم كاتين، ولا يحق لك التصرف إلا بإذني. هل فهمت هذا؟ لا، لن أسمح لك أن تملي علي ما يجب أن أفعله. من أنت يا هذا؟ المحطم من نجم التنين، وأتبع مباشرة للتنين الأصفر. أهلا بك. لا تخف، لن نؤذيك، فنحن في مهمة خاصة وسوف نخلصك من جماعة المقاتلين إذا عاونتنا. إذن أنا في نجم كاتين؟ بالتأكيد. سقطت مركبتك الفضائية قرب قريتنا. ولكن كيف سقطت؟ أبي، أين هو؟ لقد مات. تعازي الحارة. لقد نجا أشخاص آخرون، فربما كان واحدا منهم يا بني. لا، لا أظن ذلك، لقد أطلقوا النار عليه. لكن لماذا؟ لأنه كان يحاول إنقاذي. أبي مسكين. إنه هو، نعم، إنه قاتل أبي. اهدأ، يجب ألا تتحرك. أنظر، إنه رجلا مخيفا جدا. إنهم قادمون إلى هنا. لا تخرج، فأنت مريض. سأريه. انتظر، أنا سوف أجد حلا. إنهم يقتربون. لا تقلق أبدا، سوف يجد أبي حلا. أخبرهم. أشقر، هيا هربا خلال الدهليز بسرعة. هيا أشقر، خذه إلى المكان الآمن. دعي الأمر لي. هيا أسرع. أرجوك من دون عنف. أين الفتى؟ قلت لي إنه في منزلك. صدقني، كان هنا. أجل، لقد فر هاربا من هنا.
عزيزتي، في أي اتجاه ذهب؟ من هنا. لنبحث عنه. انتظر، لقد وعدت بألا تؤذي أسرتي. عزيزي. هيا ابتعد عن المقود. كيف ستقودها؟ أجبني. انتظر وسترى. أرأيت؟ أنا لست كلبا عاديا يا صديقي. إذن أنت كلب آلي مبرمج، لهذا تستطيع الكلام. وما الغريب في ذلك؟ أنت أيضا ولد يشبه الفتيات. ماذا تفعل؟ هيا قل إني رجل. أنا لست فتاة، أتفهم؟ حسنا، أنت رجل، ولكن أبعد هذا السيف عني. إنها متاهة من الدهاليز ويصعب العثور عليه. أين نحن؟ نحن في المنجم القديم الذي حفره الحاكم الغريب. لقد استغل هذا الحاكم كل ما في المنجم من ثروات باطنية. لقد أخذ كل شيء وترك خلفه هذه الأجهزة القديمة. تاهوا بين الدهاليز. إذن هم يريدون الحصول على الجوهرة. ماذا؟ أنا أيضا أمتلك جوهرة مثل جوهرتك، انظر. هذا صحيح، مثلها، ولكن كيف حصلت عليها؟ لا أدري كيف، كل ما أعرفه أنني اعتدت على وجود هذه الجوهرة في فمي. ألا تظن أنهم سيسعون وراء جوهرتك أيضا؟ نعم، إذا كانوا يسعون وراء جوهرتي فهذا يعني أنني في خطر. ولكن ما سر هذه الجواهر؟ ولماذا يريدونها؟ ما بك؟ أصاب بألم شديد جدا عندما أفكر في الجوهرة. بمعنى آخر، أصاب بانقطاع مؤقت في الذاكرة. القرية. لن نسمح لكم، لن تحرقوا القرية. اصمت. كيف تضرب رجلا عجوزا؟ اصمت. تسترتم على ذلك الطفل والطبيب أنقذه من الموت. اعترف أيها الطبيب، لماذا أنقذته؟ مهمتي إنقاذ حياة الناس، إنه واجبي كطبيب. هل سمعت؟ اصمت أيها الطبيب الخائن. خبر جيد إذا صار الحاكم الغريب حليفا لنا. أؤكد ذلك، حتى إنه بدأ يضرم النار في بيوت الفقراء وبحسب أوامري. أخبرني ماذا صار بالجوهرة؟ المسألة مسألة وقت ليس إلا. سوف أحضر الجوهرة أيتها الملثمة. تعرف كرهي لمن يقول ولا يفعل. نحن نريد أفعالا. أمر التنين الأصفر. اسمعيني جيدا، إذا لم يحصل المحطم على تلك الجوهرة فخذيه إلى ساحة الخردة. حاضر. أخبريني، ما هي خطة الحاكم الغريب؟ سيدي، إنه يصطاد عصفورين بحجر واحد، سيطرد أهل القرية وسيطلب مساعدتنا للقضاء على المقاتلين، ثم يحتكر الوقود المعدني. سوف أدعه يحصل على هذه الاحتكارات وبعدها سأخذها لنفسي. أحسنت أيها التنين الأصفر. أبي، لماذا أخبرت ذلك الرجل عن مكان الولد الجريح؟ لأنني أردت أن أدفع عنكما شر ذلك المتوحش يا ابنتي. لكنني جرحت يا والدي. اعذريني يا مايا، أنا مستعد للموت على ألا يصيبك أي مكروه. لن تموت إذا كنت رجلا عاقلا. ماذا؟ تعالي معي أيتها الصغيرة، وإلا حدث ما هو أسوأ. أبي، مايا.
مايا دعها، قلت دعها وإلا قد أصمت، قلت أصمت. أحسن، لقد أنقذت ابنتك. مايا إلى أين؟ ألا تعلم؟ سأذهب لإنقاذ الفتاة. هل ستعرف طريق العودة؟ لا، لا أدري. ابتعد إذن. وكأنني أعرف هذا الفتى على الرغم من أننا لم نلتقي، وربما التقينا، من يدري. نحن قادمان يا مايا. اخرجوا أيها الفتية، لقد أحضرت الطعم. أنا أكرهك أيها الشرير، أليس لديك أبناء؟ أيها الفتى، إن لم تخرج فسأقتل هذه الفتاة. سمعت؟ أنا أنتظر. هكذا يأكل الجرذ الطعم. التقينا ثانية. أنا لا أستطيع أن أصدق أنك كنت على متن المركبة المحطمة. لا تتحرك وارمي السيف جانبا، وإلا قتلت الصغيرة. قلت ارمي السيف جانبا. جبان دعها. ماذا؟ هذا الكلب يتكلم؟ لست محض كلب يتكلم. إذن خذ. أشقر اطمئن يا وسيم، ارمي السيف وإلا قتلتها. من دون هذا السيف تصبح محض طفل. ترى كيف تشع هذه الجوهرة؟ أنا لا أعرف كيف تشع. أنت تكذب علي، ألا توافقني أنه كاذب؟ اقتلها. انتظر. دعها. ماذا؟ غريب، لماذا لا تشع جوهرة السيف؟ أنت بخير؟ أجل. هيا استعد لمبارزتي، لقد حان وقت الانتقام يا قاتل أبي. ما هذا؟ مرحبا. أهذه أنت؟ أجل أنا. طفلتي أرجوك أيتها النبيلة، ما تزال في الداخل. لا تخف، سوف ننقذها. فلتموتوا جميعا. طريقكم مسدود، حفرتم قبركم بأيديكم. النهاية. أين هم؟ ولكن من أنتم؟ لا يهم، تعالوا معنا. هيا بنا. يا
لكم. أبي، أمي، مايا، أمي، أمي، مايا، مايا، ما أجملهم. أجل، ترى أين أنت يا أمي؟ تقرر النبيلة الانتقام من جيش الحاكم الغريب، فتعد خطة ذكية للهجوم على حافلة رواتب الجيش. فهل ستنجح خطتها؟ وما موقف وسيم؟ وما الصعوبات التي تمر بها؟ وما الذي يجعل عينيها تدمعان؟ لتعرفوا هذا عليكم أن تتابعوا الحلقة القادمة مع مواقف مثيرة شائقة.